بدنا نعرف عن المقام العراقي للبنانيين. هي مجلة لبنانية تنباع بالخليج والسعودية طبعا، بس اللبنانيين ما بيعرفوا شيء عن المقام العراقي، وانا جاي لهون بزيارتي ناخذ فرصة ونتعرف على الفنانين الكبار مثلكم، لا نعرف على وجه حضاري للعراق. هي وجه حضاري، انتم الدنيا مش كلها حرب وسياسي. وعندي بعض الأسئلة أسألك ياهم، مثلا أنت صاحب مدرسي، يعني المقام ارتبط اسمه باسم محمد القطانشي، ناس وراك تأثروا فيك وأنت أسست مدرسي، وأكيد عندك كثير أشياء تنورنا فيها تعلمنا. والله ما وقت ما وقت، لأن أنا مشغول كلش هسه وتعبان. زين إذا غير وقت إذا هاي تبدون. نعم. بتحب نجيك وقت ثاني تكون مرتاح؟ ترى هو اجى هسه من عند الطبيب. خليها تساليني سؤالات خفيفه وقولي اذا تعبان بفضل انك تكون مرتاح وبجيك مره ثانيه. انا ما بدي اتعوض لانه عندي اشغال كثيره. طيب سأليني سؤالات خفيفه وهاي. بس بالنسبه للسؤال الاول حول انتشار المقام العراقي في لبنان، أول شيء عنهم شخصيا نعرف عن أستاذ محمد للبنانيين. في ناس بيعرفوه في ناس ما بيعرفوه، بدنا نعرف عن الناس اللي ما بيعرفوه. يعني نشأت مثلا، أنت تعلمت المقام بمين؟ تأثرت بوقتها نشأتك الفنية؟ عندي قناة مكتوبة عندي. لا يا بنت. كم كلمة؟ كم كلمة؟ أنا انشأت في بيت عربي من أبوين مسلمين عربيين، ووالدي كان له اطلاع وله هوى وهواية خاصة في الغناء، وكان مشهور في الأذكار والمواليد. والغناء الديني، يعني المقصود به المواليد الغناء الديني، يعني الغناء الصوفي، وهو صوفي من الصوفية. وانا تأثرت فيه في والدي. نعم. وبعدين انتقلت الى علوة عمي. علوة يسموها هاي الفم، علوة محل تمر وعنب وتفاح يدعون بها علوة، يعني مثل سلوك الخضروات عندكم. نعم. عند عمي اسمه جبر، جبر علوة جبر. وأنا ولد صغير وكنت أحفظ الشعر قبل من أغني. كان لي ولع بالشعر كثير، أحفظ من القصائد كثيرة إلى أكثر الشعراء، ومنهم خاصا المرحوم عبد الغفار الشاعر، المرحوم عبد الغفار الأحرس الموصلي الذي هو مدفون في قصرة الزبير في البصرة، والذي توفي سنة 1292 هجرية. وتوفي عام أي سنة؟ 1292. نعم. أحضن الشعر كنت. نعم. كنت أتردد على القهوة التي هي تجاور العلوة التي أشتغل أنا فيها. نعم. قهوة ألوان العيشة يسموها. ألوان؟ ألوان العيشة. نعم. وله أخ. نعم. اسمه قدور العيشة. نعم. هذا مغني كبير غير ممتهن. نعم. ولكنه ماخذ الغناء، قد أخذ الغناء عن أساتذة الغناء في ذلك الحين مثل أحمد الزيدان أو خليل رباز. أحمد الزيدان وخليل رباز. وخليل رباز. أنا سمعت قدور العيشة كثير. كنت أخلص من عملي بالعلوة وأجي يمهم أقعد في العلوة بالقهوة أقرأ لهم الشعر، وهم في دورهم يقرؤون لي المقام الغناء. قديش كان عمرك وقتها؟
ذاك الوقت كان 14 او 12 كنت اغنيهم اقرا لهم شعر هم يغنوا لي. نعم. وبعد 4 سنين او 5 سنين قالوا لي هذا الاساتذه هذولا هؤلاء الاساتذه انت صار مده تسمعنا وتقرا لنا شعر وتاخذ من عندنا الغناء اريد نسمع منك لوين وصلت في اخذك الغناء من عندنا. لا بد يسجل. قلت لهم اطلبوا مني ما تريدون. قالوا غني لنا مقام الحسيني، وهذا مقام الحسيني مقام كبير بالنظر للمقامات العراقية عند المغنين وليس عندي. حتى بهذاك العمر؟ حتى ذاك العمر أنا غنيت الحسيني، لم تكن الطريقة التي اتبعتها طريقة تشبه سمعتها منهم. نعم. على طريقة الإيحائية هذه اللي أوحالي إليها نفسيتي. نعم. قالوا عندما سمعوني المغنين قالوا أنت تلميذ ابنة لكنك غنيت غير طريقتنا. من أين هذا جاك؟ قلت لهم الجوهر واحد ولكن الطريقة تختلف. نطلع من مكان ونرجع إليه. زكريا الأنصاري. وهذا هو اللي أنا أغنيه. هم 4 كانوا، 3 استغربوا وواحد أيد قال أنت أحسن من عندنا، وهو المرحوم قدور العيشة. هو أفضلهم تمكن الممكن رحمه الله، هذا أكبرهم هو. إذا أنت أضفت للمقام. نعم. هذا تعتبره إضافة للمقام؟ الطريقة اللي أديت فيها هل تعتبرها إضافة للمقام أو تطوير؟ مو إضافة، تطوير. نعم. وتجديد. نعم. وتغيير الوضعية هاي المحدودة التي كانوا يمشون عليها هم. نعم. لأنه أنا أفتكر أنه ما أكو شيء محدود بالدنيا. نعم. إلا يشير عليه إذا جاء فكر يطرح على شيء تغيير تحسين. نعم. ولذلك غنيت في الاسطوانات. في سنة 26 عندما جت شركة من لبنان، شركة بيضافون. وسمعوا المغنين كلهم لم يعجبهم من المغنين الموجودين في ذلك الوقت إلا التلميذ الولد محمد الطبنجي. نعم. وأخذوا مني 42 اسطوانة. معناه هذا الكلام أنه يلي إجوا كانوا هم المتذوقين للمقام العراقي. مين هم الأشخاص؟ تذكر مين هو الشخص يلي قدر يعطي هالحكم؟ الناس شركة بيضافون. يعني شركة بيضافون جاني نيكولا كفوري، واحد اسمه نيكولا كفوري هو يعني اللي كان إذن متذوق وحساس سمع كلهم وسمعني قال أنا أريد كذا. وعندما رأى رغبة الناس هذا وسمع الناس يحجون. نعم. وين غنيت وقتها؟ لا أنا ذاك الوقت كنت أغني في مكانها خصوصية. نقول لك كورة كان قاعد ببيت رح تغنيت لهناك وسمعني وسمع من الناس وأخذ مني 42 اسطوانة. نعم. من هم الشعراء الذي أحببت شعرهم وقرأت لهم؟ خلي حكي هذا. هذول هذا. نعم. بعد 26 جبت الاسطوانات. نعم. صارت تباع
لا لوحدها، بل يرفقون إياها اسطوانات مغنين اللي أخذ منهم. قالوا ما نبيع الجبة أنت واحدة، نبيع ويا اسطوانات عراقية ثانية ينفقونها، يعني يصرفوها في سبيل اسطوانات القبنشي. نعم. يعني ما تاخذ اسطوانه القبنشي الا تاخذ مال فلان، حتى الكساد ينصرف. ولا كل وقت تشتكى، وهي صارت شكوى مالت القوانس القبنشي النصارى. نصارى اي نعم. سو دنوني هالنصارى، وسويت اغنيه. نعم. سو دنوني هالنصارى. نعم. انا ساكن بعد النصارى ومحبه مني سويتها. نعم. لكن اتخذوها واحد منهم، اتخذها انه هذا استهزاء او شيء، لانه فيها لصعد العيسى وقل له. قالوا شلون تصعد العيسى انت؟ قلت لهم عيسى حي. حي لانه احنا الاسلام نعتقد انه حي. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك صارت محاكمة 3 شهور. بعدين حصلت البرد. بسبب قولك انك فعلت لعيسى؟ لا، هي الاغنيه كلها عموما، هي الاغنيه يعني تولت سخريه للنصارى. من هو دي يعني اغنيه الغزل؟ هي كانت اغنيه غزل. جننوني من النصارى، جننوها النصارى. انت سامحها؟ اسمع لعب. سامحها؟ اذا سامحها زين. سودنوني النصارى. جننوني هالنصارى. الأغنية طابعها غزل عاطفي. نعم، كانت تتغزل ببنت نصرانية شيء. نعم، هو غزل. نعم، هو غزل. يعني كنت بتعني فتاة نصرانية معينة؟ لا، ما كنت أجيب اسم، كنت أجيب جمع. نعم. بس أنت كان بوقتها في واحدة تعجبك؟ لازم. لا، كان عندي فتح حب لهم، حب الجميع، لأنه أنا النازل عندهم في الطرف. نعم. ولدت في ذاك الطرف. وكنت أشوف منهم رعاية وحب. ليش خصوك بهالحب النصارى؟ لماذا خصوك بهذا الحب النصارى؟ لأنه الحب متبادل، متى ما حبيتك حبيتيني. هو طبعاً كان شاب كله. الحب متبادل، فكنت أحسن وكانوا يحسنون. هل تعتبر أنه المجتمع المسيحي كان أكثر انفتاحاً من أرشيف زكريا أنصاري؟ لا، كانوا يسمعوني أكثر، لأنه أكثر الطرف من المسيحيين. نعم. قليل من المسلمين ما كانوا. كانوا يسمعوك نساء ورجال؟ يسمعوني نساء ورجال. الشركة نجحت نجاح كبير في الاسطوانات. نجحت في العراق وفي بقية الدول العربية وباقي الدول. يا سيدي حامد، برد نخاف نتأخر عليه. لا تفضل تفضل. الفنان دائما لما بيكون في علاقة حب هي بتأجج له عواطفه، يمكن تدفعه للإبداع ليخلق أنغام جديدة. هل كان عندك علاقة معينة بهذاك الوقت؟ علاقات شخصية فردية ماكو. لا لا لا, 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 لا. لكن عمومية. نقدر ننتقل لسؤال ثاني أو لا؟ الشركة. نعم. الشركة سنة 1925 لما قامت الاسطوانات ونجحت نجاح كبير، يبدي غير شركات تفتح وياها، غنيت لهم أيضا مثل أوديون ومثل هيس ماستر فويس أبو تشرب. لكن شركة فيرافون جو سووا وياها ارتباط أنهم أغني الأحد إلى سنتين أو 3، وانطوني كل سنة كان يدوني فلوس حتى ما أغني بعد الأحد. وسنة 29 أخذوني إلى ألمانيا برفقة جو،
برفقة مين؟ برفقة مين؟ بيضافون أخذوك جماعة الشركة بيضافون؟ شركة بيضافون نفسهم هم أخذوني إلى ألمانيا هناك. هذا الناس غنيت اسطوانات كثيرة وغنيت المقامات الموجودة في الشرق ولم تكن موجودة في العراق. مثل شو؟ مثل حجاز كار والحجاز كار كرد. كار كرد. أو الدولة كار. كار حجاز كار. كار واحدة. ورا كرد كلمة. والثاني حجاز كار كرد. والنهاون. قطر. والقطر. القطر ما كان موجود بالعراق. كان موجود بس صغيرة. ثلاثة مقام. وأما قضية اللامي الذي أعطيت أنا عليه وسام الكوماندور من فرنسا هذا أنا خلقته. أنا خلقته ما موجود في الأنظام لا في الشرق ولا في الغرب. مقام نغم اللامي. نعم. هذا اللي غنيته أنا لما كنت بألمانيا. نعم. لأن جاني خبر والدي أنه توفي وغنيته. والموسيقيين كانوا ما يعرفون هذا النغم غنوا انتهوا بالبيات يقولون ليه ترى هذا ما معروف شنو هو. وأنا قلت لهم خلي نسميه اسم مشتق من اللوم لأني بنفسي شلون أعوف بغداد وأعوف والدي. نعم. وأجي إلى ألمانيا. بتقول نسميه لامي. نعم. كلمة مشتقة من اللوم. وهذا المقام معروف هسه في الشرق وفي الغرب. حتى عبد الوهاب أخذ منه. حتى عبد الوهاب أخذ منه يلي زرعنا في القارة. واعترف عبد الوهاب بهذا الاقتباس. محمد عبد الوهاب. وعبد الوهاب أخذ أيضا من جبل التوبات. جبل التوبات من حجاز وغل حجاز كار حجاز لا حجاز غريب حجاز غريب. بس أسأل جدا كنت حابة أسألك عن الشعراء الذين أحب قراءة شعرهم غير عبد الغفار. غير عبد الغفار حبيت المتنبي. نعم. الخصم قرأت أحب وأعجب بكثير من الشعراء. نعم. إلا أنه على خصوص المتنبي وبعدين هذا وأبو تمام. فقرأت لهم مقام؟ فقرأت لهم. نعم. وقرأت من العراقيين إلى المرحوم العالم الكبير سيد محمد سعيد الحمودي. معاصر الأخرس أصور. والأخرس. متعاصرين هم. لا هذا يجب أن. لا هذاك اليوم مات. 19. ذاك أسمع منه كثير. ذاك أسمع منه كثير. فيني اتوقف لحظة عن علاقتك بعبد الوهاب، كيف ابتدأت علاقتك بعبد الوهاب؟ عبد الوهاب شفته لما رحل بالمؤتمر الموسيقي الذي انعقد في القاهرة في سنة 32 كان مؤتمر موسيقي دولي من أرشيف زكريا الأنصاري. كل منتخب من قبنجي لازم يروح على رأس وفد. يعني وفد رسمي حكومي. وفد رسمي حكومي. بين 10 وفود جمعت في القاهرة. نعم. وعبد الوهاب كان يجي يزور المؤتمر زيارة ليس له دخل في المؤتمر. ولم يغني طبعا. ولم يغني أبدا لأنه في ذلك الوقت في سنة 32 كان مدعوا للعراق. أنا كنت في بالمؤتمر بمصر وهو جاء للعراق غنى. Yeah.
بعد من يمثل مصر السعودية؟ من يمثل مصر؟ أم كلثوم غنت أم كلثوم على أكو موسيقيين. أم كلثوم غنت في مؤتمر في الحفلة التي أقيمت أمام الملك فؤاد. هي أخيرة مشهورة هي. وأنا كنت كان عندي نشيد يخص الملك ذاك ذلك الوقت. هل كانت أم كلثوم ضمن الوفد المصري؟ لا اسمحي لي أشرح لك طريقة المؤتمر. لم يكن المؤتمر حلة للمباراة أو معرفة من هو الأحسن غناء من الأقطار العربية، بل إنما كانت هناك لجنة من المستشرقين عدا بعض الموسيقيين العرب للتوصل إلى أي قطر من الأقطار المشتركة في هذا المؤتمر كان يمثل الموسيقى التي كانت تغنى في العصر العباسي والتي تأثرت فيما بعد بالموسيقى التركية والفارسية وغيرهما من الأقطار. فهذا كان خطر المؤتمر. شافوا هذا كله وكانت النتيجة أن اجتمع المحكمون ومنهم مستشرقون ألمان وفرنسيون وأتراك وعرب على هذه العبارة أن هذه العبارة من قوسين أن الحجر الثمين في الموسيقى الشرقية هو غناء الوفد العراقي بإداء وصوت الذي يأسه بإداء وصوت رئيسه الأستاذ محمد الطفل. وكان المؤتمر يقرر أن يأخذ من كل وفد 4 أسطوانات للذكرى، إلا جوق العراق أخذ منه 32 أسطوانة. كلما قدم قبل. يقولون أستاذ حصلت شغلات بالحفلة هي هاي اللي حضرها الملك فؤاد طريفة وتاريخية مميزة. هذه الأخير هي طلبت صورة الملك فيصل ما يقدر نذكرها لأن هذه فاتوا كثير. طلبت صورة الملك فيصل جابوا ليها من السفارة العراقية وخلوها بالمسرح باعتبار رئيس دولتنا. إيه وتحجبوا باقي الوفود ليش ما جابوا رؤساء الدول الأخرى. لكن قلت لهم أنا حامل سلام شفوي من الملك فيصل إلى ملك فؤاد. تعليق بالمؤتمر على تصورة الملك. أيوة وغنى حق فيما يخص الصورتين. حطيتها إلى جانب صورة الملك فؤاد وضعتها إلى جانب صورة الملك فؤاد. لا واحدة ثالثة. الفؤاد كان موجود حاضر وسلمت قلت أنا عن عرش بلادي شاكر عن عرش فؤادي حامل أزكى سلام بشعور وولادي. وكانت
مصر على ذات في نفس اليوم أو في غير الأحداث تخوض مفاوضات صعبة مع الإنجليز حول معاهدة التي سميت فيها بعد بمعاهدة 36. فغنى من جملة ما غنى إحدى المقامات يحتوي على شعر شعبي عراقي يقول فيه ناس تغادر حقوقك ناس تغادر هذا شرح عنه ناس تغادر حقوقك قوم طالبها الحق بالسيف والعاجز يريد شهود كان الأثر أنه اكتذب شواغ الملك وجادل أحمد رامي المرحوم شاعر كبير أنا هذا متأثر به وصديقي وهو فقدته البلاد العربية والبلاد المصرية خصوصا والعراق ورجل طيب كان هو كان كنت أنا بصحبة تهبة بهاية بالرغم من أن ممنوع أحد يجي إلا الأمراء والسفراء والصحفيين لكن أنا جبت الأستاذ رامي فأعتنى لما سمع مني هذه وسمع الفؤاد يقول هكذا غناء كده لما دقوا الحق بالسيف والعاجز من أرشيف زكريا كده صح وصح ده كده يعني هو انتهى وتصديق مع انه قواعد البروتوكول تمنع الانتهاء والتصوير بالنظر لوجود الملك لكن الاهرام ثاني يوم قالت احنا اهتفنا وصفقنا مو لانه خرقنا النظام و خالفنا القواعد ولكن القبنشي لما جاب اسم الملوك فالملوك فوق القانون الملك فؤاد ابتدأ التصفيق وقال لي أحمد رامي قال لي ما اهتزت جنبات سيدنا غيرك هل ذكر يا ذلك تأثر الملك كثير ايه؟ أنت مدرسة الكل بيعترف أنا حكيت مع يوسف عمر مع شعولي الكل بيقول الأستاذ محمد القبنجي هو أستاذنا مين بتعتقد أكثر تميل محلس شعولي لك؟ شعولي لما يقول لك مشي على خطواتك شعولي لما يقول لك أنه إحنا تلاميذة أنا أقول لك أيضا شعولي أستاذ ويعتمد عليه وهو سمع الأسطوانات وسمع كل شيء لكنه رجل أمين ورجل منصف ورجل كبير ومن كبار العازفين على الجوزة ومن كبار العازفين على ولا أعتقد أن له نظيرا في العراق تعتقد أنه هو يمشي على خطاك يعني نعم بيقدر يساعد كل المغنين الموسيقيين ما يقدرون يحاسبوني يقدرون يضربون ضربات معروفة نعم تمهيدا للغناء نعم لكنه ما يقدرون يحاسبون حركات المغني الا شعولي الا الاستاذ شعولي المحاسبه تعني الى حد ما بشكل اوسع المصاحبه لا المحاسبه تطبيق ما يفعله المغني صاحبك في الغناء تطبيق ما يفعله المغني هاي المحاسبة هو كان قادر يفهمك بالضبط وترجم للموسيقى ربنا سليمة ربنا سليمة يعني منو أكثر واحد تعتقد راحي يعني ممكن يستلم على إنسان التعليم الرعاية للشباب من لأنه إذا قلنا فلان يقول فلان لكنه هسه البارز اللي يغني هو يوسف عمر
وهناك جيل من الشباب ينتظرهم المستقبل. سمعتهم استاذ؟ موجودين. شو رايك بالشباب استاذ محمد؟ وانهم واعدون. سمعتهم؟ والجواهر تحكم عليهم. صلاح عبد الغفور؟ مثلا. شو رايك بصلاح عبد الغفور مثلا؟ والله إلى مستقبل باهر هذا طيب. له مستقبل طيب. شو نقاط ضعفه؟ صلاح عبد الغفور شو بتعتقد نقاط الضعف عنده؟ ليس له لا اكو وقت بعد يريد لوقت لكنه هو عنده استعداد عنده الموهبه صوته طيب اذنه الموسيقيه اذنه يسمع اختياره للشعر أيوة اعتقد عنده ذوق يعني بفائده المعهد الجوا اي نعم اي نعم فيك تقول لي رأيك بتجربة معهد الدراسات لا تعليم الغناء تعليم الغناء للأصوات وبث الروح الفنية في التلاميذ في شغلة بحب أنا أعتقد التعليم في الغناء لم يكن هناك فيه أمل كبير إلا أن يكون عند التلميذ موهبة تسوقه لتعليم الغناء طبعا أنا لما غنيت مو غنيت المدرسة ولا أحد علمني لكن سمعت لما غنيت غنيت بإيحاء من نفسي هاي الموهبة هي وإلا أنا أسمع مغني يغني في الأسطوانة وأجي أخذ الأسطوانة وتعلمها الأسطوانة وغنيها طبقها أنا لكن الوقت يسمى بأني مقلد والله شباب مثلك كانوا يعبروني من مرحوم قدور العيش بس ما صاروا هي ما عاد الموهبة هي أستاذ محمد نشعر أنه هناك تأثير من قبل قراء المقام في تعريف المقام العراقي خارج حدود الوطن خارج العراق خارج حدود العراق خارج العراق يعني هو عم يأخذ طابع محلي طابع محلي لأنه أكو كلمات فارسية وكلمات تركية لازم يشيلوها كلمات غير عربية افتكر هذا السبب الاساسي هذا السبب الاساسي إيه؟ بل انما وجود السينما المصريه وسبقها لكافه الاخبار العربيه وكون القاهره مركزا كبيرا للفن جعل الغناء العراقي غير منتشر لعدم توفر وسائل الاعلام وسائل الإعلام المقتضية على ذلك نعم طيب ممكن الفنانين العراقيين القراء يعملوا جولات في البلاد العربية هم ما عملوا جولات نعم كانوا محدودين في مكانهم بالضبط يعني هن عندهم مسؤولية يخرجوا بجولات ونعمل حصلت فيما بعد جولات وحاول على اعجاب كثير فيما جولات المرحوم مروان غزالي الذي هو تلميذ من تلاميذ الاستاذ القبلي نعم وقد اعجب به خاصه اللبنانيون وخليج احدى الحفلات اشير اليه من قبل علي بن حسن بانه مطرب العراق الاول الاستاذ مروان غزالي فقام واعترض وقال انني لست الا تلميذا وان استاذي هو في العراق وهو الاستاذ محمد قبلي قالها لماذا نجح نازم الغزالي؟ لانه اتبع بكسب المستمع العربي خارج العراق اتبع الاغنيه نصيحه تقلل المقام ويوسع الامور لا ترك المقام ترك المقام لأنه شاف أكو كريم أما ما يقدر يؤدي كل مقام لزم الأغنية بنصيحة المنكر والأغنية الخفيفة هسه صارت
مقدمة مقدرة عند السامعين في الخارج. أما المقام كبير عميق ما يفهم كل واحد إلا يريد لواحد مثل قبنجي يجي فهمه للسامع ويعرف أنه السامع هذا هو مو عراقي، هذا غير عراقي، لازم أغني له شيء يتفق مع روحيته. لكن الفنان لو غنى غناء مختلف، بما أنه فنان ممكن يجذب الناس الثانيين إله، هو يقودهم، يعني مش الجمهور يقود الفنان، وفي علاقة يعني الفنان هو عطاء. الفنان هو يقود المجتمع، لأنه السامع يريد يطرد. نعم. فالواجب على الفنان هو الذي يخلق الطرب. لا أن يؤدي المقام كما كان يؤدى قبل، محدود. لازم يتطور، بيطور الأوقات على شرط ألا يخرج من الجوهر. شو المطلوب لتطوير المقام؟ ما هو المطلوب؟ تغييره؟ الكلمات قلتوا لي تعريب بعض الكلمات، تعريب مماشاة الكلمات روح العصر، مماشاة روح العصر عن طريق تغيير آلات الموسيقية، اللحن، ربما كل تشبه الآن. المهم أن يكون هناك نوع من العصرنة، تبقى مسؤولية اللي راح يدور العصرنة، نقل القديم إلى ذوق العصر الحاضر. طيب هل ممكن عصرنة المقام من دون نسخه من جذوره؟ لا. هل هو قابل للعصرنة المقام؟ ممكن. بدليل على ذلك، بدليل هو من تدفع لألف سنة، دليل على ذلك انه غني من قبل الأستاذ القبنشي بشكل خارج عن الشكل الجامد الكلاسيكي الذي كان يؤدى فيه عبر مئات السنين. بس مؤكد هو خلال هالمئات السنين هم كان يتطور، لأنه أخرى يطلع له محمد بوبانجي جديد. يعني هل مين بتعتقد من المغنيين اللبنانيين يستطيع أداء المقام العراقي؟ كلهم. يا ترى لو طلبنا من مغنيين لبنانيين يأدوا المقام العراقي ممكن يساعدوا على نشره، مثلا وديع الساقي، هل قادر؟ ما يقدر يتعلم. لازم ينشأ عليه من طفولته. ما يقدر يتعلم هذا. لكن العراقي يقدر يقلد الصافي. وأنت يا أنسة تعلمين بأن وديع صافي يغني أحيانا مقاما أو عدة أنواع من المقامات دون أن يدري بأنه يغني هذا النوع من المقامات. كل الغناء العادي يعود إلى المقامات العراقية سواء ما المغني أم لم يبري. يغني مقاطع من المقام، مقاطع أو قسم منه أو جزء من الألحان العامة للمقام. ومشكلة الأنغام واحدة، مثلا الإسامية موجودة مثل ما موجود في بغداد، موجود في مصر وفي لبنان وفي سوريا وفي تونس وفي كل مكان. لكن احنا اذا قلنا المقامات هي مثل ما يسميها الموسيقار مقام الرسم، احنا نسميه مقام الرسم، مقام رسم ودوب رسم يسمعها المصري رسم، لكن الطريقه اللي يمشي بها مو الطريقه اللي بيبتدي بها مصري، لا، الطريقة اللي احنا متأكدين فيها انه هي هذه روح المقام، هي اللي تنطق بالمقام الرصد. لكن لما جاء قبنجي دخل اشياء مصرية ودخل اشياء جديدة فيها، خلى المصري يسمع ويحس انه بده يسمع رصد. هذا نفس الرسم عليه قريب منه. هذا رصد. يعني القارئين يستعيروا أنغام من مثلا، ممكن استعارة من أنغام مصرية وأدخلها للمقام. هي واحدة، الجوهر واحد، لكن السير يختلف، لكن
السير يختلف بس الاجتماع الاخير بنفس المكان بالاداء اجتماعه هو السير عند الاداء يعني نعم نعم يعني نمشي من مكان الى مكان امشي منا لهنا رصد يجي المصري يمشي منا لهنا رصد كذلك المغني العراقي يروح يطلع يدور يفوت اللي عنده مقدره فنيه يقدر يدخل على مقام الرست او البيات او السجاء او الشاداء او النوى او الحسيني او الاوج اشياء غريبه يدخلها لكن يرجع الى نفس المقام المهم في كل الاخطار انه يغني من مقام ويدخل غير أنغام وبعدين يرجع على نفس المقام هذا الموجود في كل الدنيا حتى بالغرب ما يبتدي المقام ويرجع على غير مقام لا لكن يجوز يبدل في نفس المقام في الداخل في الداخل لكن بالرجوع بالتسليم تسليم الإداء يرجع على نفس الابتداء المغنيين كانت كثرة لسماعهم من المغنيين المصريين أو اللبنانيين إيه؟ في بيتك وأنت جالس في بيتك ترتاح وتحب تسمع موسيقى إيه؟ مين هم المغنيين المصريين أو اللبنانيين بتحب سماعهم؟ أنا أسمع عبد الحي الله يرحمه. عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي نختر هذا صالح عبد الحي عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي صالح ابن أختر عبد الحي ولا تزال تسمعهم؟ ولا زال أسمعهم وما أعتقد أكو غير أم كلثوم كمطرب أو كصوت نسائي كصوت نسائي أو بشو تعتقد؟ لا صوت نسائي هذا مو تعبير فني صوت نسائي نعم مو كل بلد غني مو كل مرأة عليها صوت لكن أم كلثوم ملك ملك من الملائكة سمعت القبنجي في بيتها غنيت لها لما كنا في المؤتمر واخوها خالد قاعد وقالت له خالد اسمع تمنيت استاذي ابو العلا حاضر كان ميت ابو العلا محمد حتى يسمع الاستاذ الغبي وغنيت في بيتها هل حاولت تلحنها لأم كلثوم؟ هل حاولت تتعاونوا بأغنية؟ لا مو احنا وقتنا كان قصير هناك على وقت المؤتمر 3 أشهر بس ما كان بالإمكان تتعاونوا؟ كنتوا ممكن تعملوا أشياء كثيرة كان اكو مراسلة واكو أشياء لكن هي مو محتاجة كانت اكو عندها ناس هناك يلحنونها نعم والمسافة بيناتنا مو قصيرة ما كان اكو هي مو محتاجة لكنه المسألة الامرأة هي وحيدة بين النساء اللواتي سمعتهم أنا وعندها حاسية غريبة مع ملكيتها الكبيرة هي تطرب إذا سمع الطرب من واحد تسمع هي تسمع شكرا كثير محمد شاكرينك نحن انا الحقيقه ما اسوي فضل عليكم لكنه لو مو انتم والاخ سمير انا لانه عندي اثار هوايه وحكينا كثير وان شاء الله هالحكي هذا ينفعكم واحنا وجودكم سرني كثير وانت عندك روح فنية كثير ولبيك بالاشياء شكرا استاذ محمد ذكاء كبير شكرا